فضيحة، مش عارف أقول إيه الحقيقة، ولكن في فضيحة كبيرة جدا جدا. بيخسر النادي الأهلي بخماسية مقابل لا شيء أمام فريق سان داونز. بقول ليه فضيحة؟ مش عشان الخمس أهداف، ولكن عشان الأداء اللي إحنا شفناه، عشان اللعيبة اللي كانت موجودة في الملعب. الحقيقة مش عايز أكون قاسي، مش عايز أكون قاسي، يعني في ظروف الواحد صعب جدا إن هو يتكلم فيها، لان احنا ما عاشرناش هذه الظروف، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر هي كارثه. اليوم كارثه حدثت على ارض ملعب جنوب افريقيا، وهزيمه النادي الاهلي بخماسيه مقابل لا شيء. تخيلوا حضراتكم ان 10 لاعبين على ارض الملعب بما فيهم التغييرات، العشر لاعبين سيئين للغايه ويستحقوا الهزيمه، مفيش غير لاعب واحد فقط. لولا هذا اللاعب اعتقد ان احنا كانت النتيجه ممكن تبقى اكتر من كده بكتير. محمد الشناوي انا بشكره جدا 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 على لسان كل جمهور النادي الاهلي، انا بشكره جدا محمد الشناوي على الرغم من قبوله لخمس اهداف، ولكن شال خمس اهداف زيهم الحقيقه محمد الشناوي. خط دفاع سيء للغايه، خط وسط سيء للغايه، خط هجوم سيء للغايه، جهاز فني لم يحسن التصرف مع هذه المباراه، اشياء كثيره جدا جدا. عايز اقول لحضراتكم حاجه، احنا في قناه النادي الاهلي، ولكن في النهايه احنا لازم نتكلم باسم الجمهور، لازم بنتكلم بنبض الجمهور، لازم نشوف ايه اللي حصل، هنعرف ايه اللي حصل خلال الفتره القادمه. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، مش عايز ادي لحضراتكم امل، مش عايز اقول ان ممكن يحصل اي حاجه. الامل مع هؤلاء اللاعبين قل لغايه 1%، ال1% ده عارفين مين؟ حضراتكم بس، حضراتكم ووقفتكم خلال الفتره اللي جايه. ولكن فنيات بقى، جهاز فني، لعيبه، كل حاجه زي ما حضراتكم عارفين، هنا داخل قناه النادي الاهلي احنا اكتر ناس بنقف مع الفريق، اكتر ناس بنقف مع اللاعبين، اكتر ناس بنعلي اللعيبه لاقصى شيء. ولكن مع هذه المباراه لا نستطيع ان احنا نقول غير شيء واحد فقط، كارثه فنيه في ارض الملعب. ولا روح ولا اصرار ولا عزيمه، ده انا لو كنت خدت تيشيرتات كده، تيشيرتات النادي الاهلي بس ولعبت فاضيه، كانت هتلعب افضل من كده. تيشيرتات النادي الاهلي الحمراء دي لو كانت لعبت فاضيه كانت هتبقى احسن من المنظر اللي احنا شفناه النهارده. مباراه لا تليق باسم النادي الاهلي، مباراه لا تليق باسماء اللاعبين اللي متواجدين. طياره خاصه، رحتوا بطياره خاصه. صفقات اتعمل، الصفقات كل شيء اتعمل، جهاز فني اتجاب، جهاز فني على اعلى، المفروض ان هو على اعلى مستوى. اشياء كثيره جدا جدا حصلت خلال الفتره اللي فاتت. كنا نتمنى ان النهارده نشوف، مش مهم ان احنا نتغلب خمسه، مش مهم بالمناسبه، ولكن ان نظهر بهذا الشكل السيء وبهذه الكارثه الفنيه اللي في ارض الملعب، ولا حد بيجري، ولا حد بيتحرك، ولا حد عايز يروح على الكوره، ولا حد بيموت نفسه، كاننا اللي احنا اللي كسبانين 5-0. حاجه غريبه جدا، واول مره في حياتي، أول مرة في حياتي أشوف فريق للنادي الأهلي يظهر بهذا الشكل، بعيدا عن الهزيمة، ولكن عدم وجود الإصرار وعدم وجود الحماسة جوه الملعب. مفيش لعيب بيتحرك على الكورة، مفيش لعيب عايز يجري على الكورة، محسسني إن إحنا مغلوبين، إن إحنا كسبانين 3 ولا 4-0، إحنا مغلوبين 5-0 واللعيبة واقفة في أرض الملعب. لولا تألق الشناوي كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر من كده بكتير جدا. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، أنا شخصيا بعتذر لحضراتكم بالنيابة عن كل لاعبي النادي الأهلي وبالنيابة عن فريق النادي الأهلي، ولكن نحن لا نملك إلا الاعتذار الآن، ولن نقبل خلال الفترة القادمة إلا بشيء واحد بس، إن احنا نعيد اسم النادي الأهلي. وهيفضل طبعا اسم النادي الأهلي دايما موجود، ولكن كلنا هننتظر مباراة سان داونز القادمة، كلنا هنستنى مباراة سان داونز القادمة. ما بقولش إن احنا نكسب 5-0، مع إن ده ممكن في كرة القدم زي ما هم كسبونا 5-0، ولكن مش بقول إن احنا نكسب 5، ولكن نظهر بشكل جيد، نموت نفسنا في الملعب. لكن أن نظهر بهذا الشكل وبهذا الأداء، أعتقد ده شيء يدعو للاسف ويدعو لاشياء كثيره جدا احنا مش في مجال ان احنا نتكلم عنها. كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن اسامه، يعني اولا هارد لك، ولكن حتى لا يستحقوا كلمه هارد لك، لكن مباراه للنسيان الحقيقه للنادي الاهلي يا كابتن عادل.